أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي أمام صناديق الاقتراع. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بالمهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة الذي استعرض ملامح استراتيجية وخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة والتي تستهدف تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال النهوض بالصناعة المحلية وتنميتها وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص العمل وتشغيل الشباب. غرفة عمليات الوزراء تتابع سير العملية الانتخابية. بدأت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء متابعة سير العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي تجرى في 13 محافظة منذ بدء عملية الاقتراع. وذكرت الغرفة أنه يتم التواصل حاليا مع المحافظين في المحافظات التي تجرى بها عملية الاقتراع عبر وسائل الاتصال المختلفة، وذلك للوقوف على أبرز المشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية وللتأكيد من توفير كافة احتياجات الناخبين والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم. المصريون بالخارج يتوافدون على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. وصل المواطنون المصريون بالخارج توافدهم لليوم الثاني على المقر الانتخابية بسفارات مصر بالخارج للتصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تعد أول انتخابات برلمانية منذ ثورة 30 من يونيو. وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أن نسبة الحضور بلغت حتى عصر اليوم الثاني أكثر من 60% من نسبة الحضور. الفريق أول صدقي صبحي يلتقي وفد من مجلس النواب الأمريكي. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب روبرت ويتمان عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي. تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفريق أول صدقي صبحي اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وصول 8000 سائح أوروبي إلى مطار الغردقة. وصل اليوم 8000 سائح أوروبي إلى مطار الغردقة على متن 55 رحلة طيران دولية معظمهم من حامل الجنسية الألمانية، وذلك لتنشيط حركة السياحة بمصر وبث رسالة طمأنينة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان. إطلاق اسم الأديب جمال الغيطاني على أحد شوارع منطقة الجمالية. أطلقت محافظة القاهرة اسم الأديب العالمي الراحل جمال الغيطاني على أحد شوارع منطقة الجمالية حيث كان يعيش في هذا الحي متعلقا بتراثه ومستوحيا كتاباته من التراث القديم، حيث قررت المحافظة بإطلاق اسمه على شارع الضبابية سابقا. رياضيا، طارق مصطفى مدربا عام للزمالك والشيشيني مساعدا وكهربا ينفي طلب الرحيل. قرر مجلس إدارة الزمالك تعيين طارق مصطفى مدربا عاما بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسامي الشيشيني مساعدا، ومن المقرر أن يشارك الاثنان في قيادة تدريب الفريق اعتبارا من اليوم مع بدء عودة اللاعبين للتدريبات بعد فترة إجازة طويلة. ومن ناحية أخرى، نفى اسماعيل يوسف مدير الكرة ما رددته بعض وسائل الإعلام حول رغبة محمود كهربا في الرحيل عن النادي، مؤكدا أن اللاعب نفى له ذلك في مكالمة هاتفية، مؤكدا أن كل ما ترددت هي شائعات مغرضة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.